بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفال الأعزاء في قناتنا. نواصل مع تمارين كتاب الرياضيات سنة أولى متوسط. رح نروحوا الآن تمارينات صفحة 18. إذا عندنا أول تمرين أو تمرين رقم 15. إذا عندنا التعليم على نصف مستقيم مدرج. إذا نلاحظ وأكمل متتالية الأعداد، القراءة من اليسار إلى اليمين. إذا هنايا عندنا 10 12 14، حنكملوا العدد حتى نوصلوا 24. إذا لاحظوا من 10 ل 12 يعني زادوا زوج، من 12 4 زادوا زوج. إذا حنبقاو كما هكذا نزيدوا زوج 14، من بعد عندنا 16، من بعد 18، ومن بعد نزيدوا لها زوج 20، بعد 22، بعد نوصلوا 24. الآن عندنا 50 70 90 حتى 170. إذا من 50 ل 70 شحال زادوا؟ زادوا 20. من 70 ل 90 زادوا 20. إذا نواصل، 90 نزيدوا لها 20 تولي 110، 110 نزيدوا لها 20 تولي 130، من بعد نزيدوا 150 حتى نوصلوا ل 170. هذه الآن 0، من بعد 0.5، ومن بعد 1. هنا راهم يزيدوا فقط ب 0.5، صفر زادوا له 0.5 ولا 0.5، 0.5 زادوا له 0.5 ولا 1، 1 نزيدوا له 0.5، نعم 1 نزيدوا له 0.5 يولي 1.5، 1.5 زائد 0.5 يولي 2، 2 نزيدوا لها 0.5 تولي 2.5، من بعد 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 5.5، نوصلوا ل 6. الآن 1.05 إلى 1.08 شحال زادوا؟ 1.05 وهنا 1.08. إذا 1.1.00 هنايا 5 ونرجع 8. إذا لاحظوا 1.05 نزيدوا لها 0.03 نصيبوا هنايا 8 وهنا 0 وهنا 1، 1.08. إذا راهم يزيدوا ب 0.03 هنايا. إذا 1.08 نزيدوا لها 0.03، لو كان هذه نزيدوا لها 0.03. لاحظوا 8 زائد 3 11، 0 زائد 0 0 1 1 نزل فاصلة وهنا 1. لاحظوا 1.11. إذا راح نواصل 1.11 راح نزيدوا لها، إذا 1.11 راح نزيدوا لها قلنا 0.03، 0.03 راهم يطلعوا غير 0.03. إذا عندنا 4، هنا عندنا 1، هنا 1، إذا 1.14، من بعد 1.14 نزيدو له 0.03، راح نصيبو 1.17، من بعد 1.17 نزيدو له 0.03، نصيبو 1.20، ثم عندنا نزيدو 0.20 1.23، 1.23 نزيدو لها 0.03 هي 1.26، 1.26 نزيدو لها 0.03 راح نصيبو 1.29. إذا راح نواصل حتى نوصل 2.1. هنا شوفوا شحال زادو، هنا 5.2 وهنا 5.1. إذا هنا ما راهمش يزيدوا، لاحظوا هنا راهم ينقصوا 5.2 وهنا 5.1، يعني نقصوا 0.1. 5.2 ناقص 0.1 هي 5.1، 5.1 ناقص 0.1 هي 5، وبداو يقعدوا تنقصوا في 0.1 حتى توصلوا ل 4. لاحظوا نديروها هنايا، إذا قلنا هنا وصلوا ل 5، 5 نقصوا منها 0.1 في الفاصلة، 0 ناقص 1 لا أستطيع أستحفظ وأرد، 10 ناقص 1 9، 5 ناقص 1 4، إذا جينا 4.9، 4.9 نزيدو نقصوا منها 0.1، جينا 8، 4.8 زيدوا نقصوا منها 0.1، جينا 7، 4.7 زيدوا نقصوا منها 0.1، جينا 6، 4.6 هم قالوا نحبسوا 4.6. إذا هنايا هادو هما، وهنايا 5.04، 5.04، ومن بعد عندنا 5.3.
اذا شحال نقصوا هنا ثاني راه نقصوا لا راه نزيدوا هنا ماشي نقصوا لاحظوا هنايا 5.0 وانا 5.3 يعني طلعت يعني راهم يزيدوا يلا 5.4 5.3 5.56 شعرهم يزيدوا باش نعرفوا واش شعرهم يزيدوا نديروا هذه ناقص هذه ونشوف نديروا 5.56 ناقص 5.3 ونشوف 6 ناقص لا شيء 6 5 ناقص 3 2 اذا 0.26 راهم يزيدوا ب 0.26 لاحظوا لكم نحاولوا 5.04 زائد 0.26 ونشوفوا 4 زائد 6 10 3 5 اذا 5.3 اذا نعم راهم يزيدوا ب 0.26 اذا كل مره نزيدوا 0.26 0.26 هنا ثاني راح نزيدوها 0.26 شحال جينا جينا 6.12 جينا 5.82 جينا 5.82 نزيدوا لها 0.26 جينا 5.82 قلنا 5.82 إذا جينا 6.8 ومن بعد 6.8 نزيدوا لها أيضا 6.026 يعني واصلوا على هذا المنوال إذا المهم حتواصلوا بهذه الطريقة هنايا أكتب رقم 16 أكتب على 4 أنصاف المستقيمات المدرجة الآتية الآتي أكتب على 4 أنصاف المستقيمات المدرجة الآتية الأعداد التي تشير إليها الأسهم اكتب على 4 أنصاف يعني النصف اكتب على 4 أنصاف اذا هنايا راح نكتب فقط الاعداد التي تشير اليها الاسهم يعني صراحه انا ما فهمتش اكتب على 4 أنصاف المستقيمات المدرجه كانوا يعني من الافضل لو قالوا لنا اكتب الاعداد التي تشير اليها الاسهم في المستقيمات المدرجه فقط يعني كان اسهل اكتب الاعداد التي تشير اليها الاسهم في المستقيمات المدرجه هكذا يكون احسن اذا هنايا السهم الاول لاحظوا هذا 0 هذا 1.2 اذا هنايا راه 0.2 0.2 وهنايا لاحظوا هذا 1 هنايا 1.2 اذا 1.2 هنايا شوفوا هذا السهم وراها 2 هذه 2 هذه 2.1 2.3 4 5 6 7 اذا 2.7 اما هذه هي 3 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 اذا 3.9 حطوا اذا 0.2 1.2 و 2.7 وهذه 3.9 الان هنايا هنا لاحظوا 9 يعني هذه 8 بما انه هذا 9 وهذا 10 وهذا 11 اذا هذا راهو 8 اذا هنايا 8.3 السهم هذا يمثل 8.3 هنا 9.1 9.4 9.4 هذه 10.5 10.5 اما هنايا 11.6 لاحظتوا هنا 0.1 هنا 0 لاحظوا 0 وهنا 0.1 لاحظوا مليح المدرجات تاعكم هذه 0.1 هذه 0.2 يعني هذه 0.1 اذا من الصفر حتى 0.1 اذا عندنا هذه 0.01 هذه 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 وهذه 0.10 0.09 9 موراها كاين 10 اذا 0.1 يعني 0.1 هي 0.10 لكن بما ان الصفر في الاخير ما عندوش اهميه نحوته ل 0.1 إذا هنايا قلنا 0.01 هنايا 0.1
هذه 0.11.12.13.14.15. اذا 0.15. هنا 0.2، 0.21.22.23. اذا 0.23 هنا. نلاحظوا 0.3 يعني 0.30، 0.3 هي 0.30، 0.31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، إذا 0.38 بالنسبة لهذا المدرج. الآن هذا المدرج عندنا 9.1، 9.1 يعني هذه 9، هنا 9. 9.01، 9.02، 9.03، 9.04، 9.05، 9.06 و 9.07، 9.07، 9.08، 9.09، 9.10، 9.09 مرها 10، إذا 9.10 هي 9.1. إذا هذه 9 قلنا 10، هذه 11، هذه 12، هذه 13، هذه 14، 15، 16، 17، إذا 9.17، 9.1 أو 9.10، وهذه 9.17، قلنا هذه 9.07، هنا 9.2 يعني 20، نقولوا 20، 9.22، 21، 22، 23، 24، 25، إذا 9.25 هنا، 9.25. هنا 9.2، هذه 9.3 يعني 9.30، 30، 31، 32، إذا هذه 9.32، هذه 9.2 وهذه راها 9.3 يعني 0.30، 0.31، 0.32 هكذا. جيد، الآن نروح لمقارنة الأعداد، مقارنة عددين عشرين. إذن يقالنا قارن، رقم 17، قارن بين كل عددين في كل حالة مما يلي. إذن يعني عددين عشريين أو كسرين عشريين. إذن عندنا هذه، عندنا 5 على 10، نعم 7 على 10، عفوا 7 على 10، وعندنا 5 على 10. المقارنة يعني نديرو يا إما تساوي يا إما أصغر يا إما أكبر، هي المقارنة. كيقول لكم قارن يعني ديروا إحدى الرموز. إذا هنا هذه 7 على 10 و 5 على 10، إذا هذه 7 على 10 هي 0.7 وهذه 0.5، أكيد 0.7 راهي أكبر من 0.5، إذا دي الإشارة أكبر. عندنا الآن عندنا 87 على 100 وعندنا 78 على 100. لاحظوا هذه 87 على 100 هي 0.87 وهذه 78 0.78، طبعا 87 هي كبيرة على 78، إذا هذا أكبر من هذا. ثم عندنا، لاحظوا عندنا 32 على 100 وعندنا 25 على 10، إذا هذه راها 0.32 وهذه راها 2.5، إذا راهي كبيرة. طبعا هذه راهي كبيرة على هذه، هذه كي نقسموها على 100 هي 0.32، أما هذه 2.5 و 2 راها أكبر، إذا هذه راها أصغر، ندير إشارة أصغر، هذه أصغر من هذه، لاحظتوا؟ الآن نروحوا ل هي 40، عندنا 40 على 100 وعندنا 4 على 10. لاحظوا هنا 40 على 100 هي 0.4 و 4 على 10 هي 0.4، إذا هذه تساوي هذه. جيد، والآن عندنا الأخيرة اللي هي 20.17 وعندنا 2017 على 100. يلا هنا نديروا المقارنة، 2017 على 100 هي 20.17، هذه يعني كيف كيف متساوي، هذه هي. إذن نواصل رقم 18.
شقلنا في رقم 18. قارن بين كل عددين في كل حالة مما يلي. نفس الشيء هنا نقارنه، يعني وراها الكبير وراها الصغير. لاحظوا هنا 1253 وهذه 234، أكيد هذه راهي أكبر من هذه، الإشارات أكبر. وهذه 12.9 وهذه 43. طبعا 43 راهي كبيرة على 12، إذا 12.9 راهي أصغر من 43. هذه الآن 37.56 وهذه 23.56، إذا العدد اللي وراء الفاصلة راهو كيف كيف، لكن العدد الصحيح عندنا 37 من 23، إذا هذا كله راهو أكبر من هذا، 37 راهي كبيرة على 23. الآن هنايا 24.52 و 24.3، لاحظوا هنا 24 العدد الصحيح راهو كيف كيف، أما الجزء العشري عندنا 52 وعندنا 13، طبعا هذا كله راهو أكبر من هذا. الآن عندنا 28.2 وهذه 28.145، ثم حتقولوا لي 145 راها كبيرة على 8، لا، إذا لاحظوا 28 راهي كيف كيف، أما جزء من 10 راه 2 وهنا الجزء من 10 راهو 1، إذا هذا كله راه أكبر من هذا. نبداو يعني وراء الفاصلة نبداو بالتدريج، نروحوا لجزء العشرات نشوفوا إذا كانوا كيف كيف، ومن بعد نروحوا المئات، ومن بعد نروحوا جزء الآلاف. إذا هنايا جزء العشرات راهو 2 وهنا راهو 1، إذا هذا كله راهو أكبر من هذا. جيد، الآن نروحوا رقم 19، قال نرتب تصاعديا الأعداد التالية. إذا عندنا أعداد نكتبوها، إذا عندنا هاد الأعداد قالوا نرتبهم تصاعدي، وعندنا هاد الأعداد قالوا نرتبهم تنازلي. نبدأ بالتصاعدي أولا، إذا تصاعدي يعني من الصغير للكبير. إذا هنا عندنا 17 وهنا عندنا، نشوفوا الأعداد الصحيحة يعني اللي جاي قبل الفصل، هنا عندنا 17 وهنا عندنا 13 وهنا 13 وهنا 12 وهنا 13، إذا وراء الصغير هو هذا، نبدأ به هو الأول 12.9 راهو صغير عليهم، وندير إشارة أصغر. هاتو الآن هذا شطبوه. بعد عندنا 13 راهي صغيرة على 17، إذا عندنا 13 هادي وعندنا 13 هادي وعندنا 13 هادي، عندنا يعني 3 تاع 13. الآن باش نعرفوا راه صغير نشوفوا ما وراء الفاصلة. الجزء من 10 هنا عندنا 1، جزء من 10 هنا عندنا 2، وجزء من 10 هنا عندنا 7، طبعا 1 هو الصغير، إذا هذا كله أصغر. فصل 15 أصغر، هنا عندنا 2 هنا عندنا 7، إذا هذا 13.2 أصغر، ومن بعد هذا صغير 13.7، والكبير كاع هو هذا اللي هو 17.04. إذا هذا بالنسبة لترتيب التصاعد. أما ترتيب التنازلي، التنازلي يعني من الكبير للصغير. يلا نحوسوا راه الكبير، إذا نشوفوا الجزء الصحيح قبل الفاصلة، عندنا 24 عندنا 24 عندنا 24، هنا عندنا 24 وهنا ما عندناش كامل، هنا عندنا عدد طبيعي ما فيهش فاصلة ماهوش عدد 20، إذا هذا هو كامل الكبير اللي هو 243، وندير إشارة أكبر. الآن راح نشوفوا الآن وراه الكبير اللي تحته كامل راهم 24، راهم كيف كيف، إذا نروحوا الجزء يعني جزء من 10، هنا عندنا 3 وهنا عندنا 5، هنا عندنا 0 وهنا عندنا 3، إذا وراه الكبير طبعا 5 هو الكبير. جزء من 10 5 هو الكبير، إذن هذا هو الكبير كان 24.506، إشارة أكبر. إذا بقي لنا الآن هذا وهذا وهذا، عندنا 3 وراء الفاصلة، هنا عندنا 3 وراء الفاصلة، وهنا عندنا 0، طبعا 3 راهي كبيرة 0 راهو صغير، لكن عندنا زوج تاع 3 كيفاش نعرفوا راه كبير فيهم؟ نروحوا مباشرة لجزء تاع 100، جزء من 100، هنا عندنا 9 وهنا ما عندناش، هنا 0، إذا هذا راهو كبير. إذا نكتب 24.39 وندير إشارة أكبر، وهذه من بعد 24.3 وندير إشارة أكبر، وهذه كامل الصغيرة اللي هي 24.039. هنايا انتهينا من ترتيب التنازل. آخر تمرين الآن هو رقم 21، طبعا في هذا الفيديو فقط. ورقم 21، قم بحصر كل عدد من الأعداد الآتية بين عددين طبيعيين متتاليين. إذا عندنا أعداد عشرية راح نحصرها بين عددين طبيعيين ماهوش عددين عشريين متتاليين، يلا الحصر إلى الوحدة. إذا هذو هما الأعداد العشرية راح نحصرها بين عددين طبيعيين متتاليين. لاحظوا هنا عندنا 23،
هنا 23 إذا نكتب 23 يعني 23 هي أصغر من 23.6 هذه راهي صغيرة عليها هنا راهي 23 هنا 23.6 لأن هذه 23.6 راهي صغيرة على 24 إذا عددين طبيعيين متتاليين 23 24 نفس الشيء هنا إذا عندنا 143 هي أصغر من هذه وهنا عندنا 144 إذا عددين متتاليين هنايا عندنا 0.5 إذا عندنا 0 وهنا عندنا 1 هنا مازال ما لحقناش الواحد 0 راهي صغيرة على 0.95 و 0.95 راهي صغيرة على 1 هنا نفس الشيء 0 وهنا 1 إذا هذه راهي أصغر من هذه وهذه كاع طبعا راهي أصغر من هذه إذا 0 1 هنايا أيضا عندنا 5 عندو هنا 5 5 راهي أصغر من هذه 5.999 و 5.999 راهي أصغر من 6 إذا راهم متتاليين وهنا نكتبوا 2017 هنا عدد 2017 راهي تكرر بزاف إذا عندنا 2017 وهنا 2000 2017 وهنا 2018 إذا لاحظتم راهو سهل جدا إذا هكذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من صفحة 18 في الفيديو القادم راح نديرو الجزء الثاني من صفحة 18 ونكملو كامل تمايناتنا إن شاء الله نخليكم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.